وعليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ أتمنى أقسم بالله الذي لا رب غيره ولا إله سواه، إلا جينا نشوفه غير نعمة الستر. لولا ستر الله لك لما خرجت من بيتك، والله يعرفوك الناس على حقيقتك، ما يشوف فيك شي واحد. أنا وجبت، أنا اللي قامت تصنطوليا، قامت تجلسوا قدامي، شوفوا الله سترك، أعطاك العقل وأعطاك الجسد وخدمتي العقل اللي أعطاك الله باش تعصيه، خلاك أنت درتي داكشي اللي بغيتي دير، سترك ما قبضش الروح ديالك وكملتي من هذاكشي، وما تيسدش عليك الباب ديال التوبة. حل الباب ديال التوبة مفتوح لمن فتحه الله، لمن فتحه يا إخوان، لمن فتح الله باب التوبة؟ للعصاة، لأصحاب الكبائر، للمشركين، للمرابين، للزنات. أش قال لهم في القرآن؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بعد أن فتح هذا الباب أخبرك أنه يغضب إذا لم تتب إليه، وقال لك عندك تقنط من الرحمة ديالي، دير اللي بغيتي دير يا ابن آدم. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، دير ذنوب 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 حتى يوصل داك الشيء عندك للسماء، السحاب الفوق. ثم لقيتني لا تشركوا بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.